راحتنا مع بعض وان احنا نبقى حافظين بعض وعارفين بعض اكتر، واكيد هتسمع في اي فيلم طبعا. الكواليس بقى كلمنا الكواليس عامله ازاي مع تايسون ومع هشام ماجد لاول مره؟ الكواليس كانت مضحكه جدا، واكتشفت انه اما بنعمل دراما بتبقى الكواليس مضحكه، بس انت بتيجي قدام الكاميرا بتبقي دراما جدا. هنا احنا بنضحك طول الوقت قدام الكاميرا ورا الكاميرا وكل حاجه. بداتي تغيري جلدك انك بقى تخرجي شويه للكوميدي، فانت اللي يعني بتسعي لده ولا بدا بقى المخرجين ياخدوكي في الحاجات دي؟ بصي فكره انه هي مش بس اتجاه الكوميدي، بس انا عايزه اخرج من جلدي في المطلق، فعشان كده عملت حاجه زي شقه، وبعدين عملت اكس مراتي، وبعدين هرجع في رمضان اقدم حاجه مختلفه تماما. يعني انا بحب دايما بروح من اقصى اليمين لاقصى الشمال، واقعد انا كده ابقى بتطوع كده. الحمد لله. انا قدمت العرشه 7 ده هو كان كله كده. الحمد لله، شكرا ليهم والله. سيب لا 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 لا، ده عالم تاني خالص اللي احنا داخلين تشوفوه ده عالم تاني والله. بصي انا دلوقتي عايزه اقعد اتبسط باكس مراتي ونعمل له كل الدعايه اللي في الدنيا، ونحاول ندعم الفيلم، وبعدين ناخد اجازه بقى شويه، وبعدين بعد كده نرجع نشوف هنشتغل عليه. كلمه اكس دي بقت حاجه دارجه الفتره دي، فشايفه كلمه اكس دي الناس استقبلتها ازاي؟ كلمه اكس مراتي هي حاجه كده غريبه شويه. هي غريبه فعلا، انا كمان استغربتها. والله انا ما ببصش حواليا، انا ببص في ورقه انا، وبحس ان احنا بنعمل اي عمل بشغف وبحب، وان احنا بنحاول نتقن يعني العمل بتاعنا. ببارك لاي حد من زمايلي اللي منزلين افلام في الوقت ده، بس انا ما بحسش ان هي منافسه. يعني هتلاقي انه كل واحد بيقدم حاجه بشكل مختلف، وكل ممثل وعنده الفانز بتوعه اللي بيروحوا له افلامه. شكرا. لو هنقدمي جزء تاني من عمل من اعمالك وحلاقه، ممكن يبقى ايه؟ شقه.